أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد لا يزال الكلام في المطالب الرجالية، وبعدما دخلنا في تعريف علم الرجال سابقا بينا علم الرجال، قلنا علم الرجال هو العلم الباحث عن أحوال الرواة وثاقة وتضعيفا، توثيقا وتضعيفا، جرحا وتعديلا، هذا هو علم الرجال. فلذلك الرواية فيها جهتان، الجهة الأولى جهة السند، يعني نفس الرواة الناقلين لهذه الرواية، والجهة الثانية هي جهة شنو؟ الدلالة، لفظ دال على معنى. احنا وين بحثنا؟ في جهة السند، في جهة السند، يعني نبحث كل حلقة سندية عن وثاقتها وعن ضعفها، فإن ثبتت الوثاقة تكون الرواية شنو؟ حجة، يعني يجب الأخذ بها ويصح الاحتجاج بها، وإن كانت الرواية ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها. هذا الكلام واضح. اليوم إن شاء الله نأخذ أول تطبيق رجالي، أول تطبيق في علم الرجال. هذا التطبيق يعني راح نأخذ لنا رواية ونطبق عليها شلون نعرف هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة. واضح الكلام؟ ها. المصنف قال التطبيق الأول، كتبوا لنا السند. قال في وسائل الشيعة، وسائل الشيعة هو كتاب حديثي متأخر، يعني يتضمن أحاديث، لكن شنو؟ مو كتاب للمتقدمين، وإنما هو كتاب للمتأخرين. صاحب كتاب وسائل الشيعة هو محمد بن الحسن الحر العاملي، يجمع فيه الكتب الأربعة وزيادة. قال في كتاب وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب مقدمة العبادات، ما دام الطبعات مختلفة فهذا المصدر إذا طال مصنف بهذا الشكل أحسن وأفضل من رقم الصفحة، لأن رقم الصفحة يختلف من طبعة إلى طبعة أخرى. شوف إيش قال. قال أبواب مقدمة العبادات الباب 16، نرجع إلى أبواب مقدمة العبادات، هذا بالجزء الأول، تلقى بالجزء الأول أبواب مقدمة العبادات. زين، يا باب، هو أبواب متعددة مو باب واحد، الباب 16 يا حديث، الحديث الأول شنو قال بي؟ شوف السند، محمد بن يعقوب الكليني، اكتبه هذا بعد، لازم نحفظهن هاي الأسماء، محمد بن يعقوب، هذا خلي بين قوسين اكتب عليه الحلقة السندية الأولى، حلقات سندية كمثل حلقات القلادة عن محمد بن يحيى، هذا خلي بين قوسين اكتب عليه الحلقة السندية الثانية عن أحمد، لا الموبايل رجاء تركب الدرس لأن هذا يضيع المطلب هيك، ما عن أحمد بن محمد بن عيسى، هاي الحلقة السندية الثالثة، أحمد بن محمد بن عيسى، هذه الحلقة السندية الثالثة. نعم، اي نعم، عن علي بن النعمان، علي بن النعمان، كتبت احمد، كتبت محمد بن يحيى، اكتب وراه محمد، عن احمد بن محمد بن عيسى، هذا الحلقه السنديه الثالثه. طالب العلم اذا ما يعرف كيفيه استخراج الروايه الصحيحه عن الضعيفه
مو طالب علم، هذا ما يكون طالب علم. واضح؟ علي بن النعمان صار عندك أربع حلقات سندية عن أبي أسامة. هذه الحلقة السندية الخامسة عن أبي عبد الله. كم حلقة سندية؟ يعني كم راوي؟ محمد بن يعقوب حلقة السندية الأولى عن، نعم، منو؟ عن محمد بن يحيى، هذه الحلقة السندية الثانية. عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذه الحلقة السندية الثالثة. عن علي بن النعمان، هذه الحلقة السندية الرابعة. عن أبي أسامة، هذه الحلقة السندية الخامسة. خمس حلقات سندية. شلون طريقة معرفة وثاقتهم عن ضعفهم؟ سمعوني، خل نجي للحلقة السندية الأولى. منو محمد بن يعقوب؟ كتبوا عليه الكليني، صاحب كتاب الكافي. بين قوسين الكليني. أي الكليني؟ الكليني صاحب كتاب الكافي. هذا مو ثقة، هذا من أجلاء الطائفة، من أجلاء الطائفة. يعني شلون مرجع الطائفة بعد فوق مستوى الوثاقة؟ صاحب كتاب الكافي. كل علمائنا الرجاليين المتقدمين وثقوا. شيخ الطوسي وثقة، النجاشي رحمة الله تعالى عليه وثقة، ابن الغضاري وثقة. يعني ماكو عالم من علمائنا ما وثقة. شلون نعرف؟ نرجع لكتبهم. واضح؟ كتب اللي وصلتنا. إذن من هو محمد بن يعقوب؟ أولا هو صاحب كتاب الكافي، هذا من أجلاء الطائفة، من أجلاء الطائفة. يعني من أقول لك من أجلاء الطائفة يعني وجيه من وجهاء الطائفة، يعني أعلى من مستوى الوثاقة. كلام واضح لو مو واضح؟ مو بالثقة، أعلى من الثقة. زين. ثانيا خلي ببالك، عندما ابتدأ الرواية صاحب الوسائل، هاي نقطة مهمة، اكتبه صاحب الوسائل، عندما ابتدأ الرواية باسم محمد بن يعقوب، إذا مين ما أخذها؟ من يا كتاب من الكتب الأربعة اللي يعتمد عليها المذهب الإمامي، من كتاب التهذيب؟ لا. من كتاب الاستبصار؟ لا. من كتاب من لا يحضر الفقيه؟ لا. من كتاب الكافي. واضح؟ هاي نقطتين مهمات. واضح النقطتين؟ خل نعبر. محمد بن يحيى، اكتب عليه العطار. محمد بن يحيى العطار، هذا منو محمد بن يحيى العطار؟ ترى هي هاي الأسماء تتردد عليك بالروايات، حفظوهن تعرفون أسانيد. هذا أستاذ الشيخ الكليني، هذا أستاذ الشيخ الكليني، محمد بن يحيى العطار، هذا من أساتذة الشيخ الكليني. هذا وثقوا علمائنا الرجاليين، مستقيم السلوك، مستقيم العقيدة. إذن الحلقة الثانية وثقوها علمائنا المتقدمين، الشيخ الطوسي والنجاشي. نعم. الحلقة الثالثة عن من؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى، هذا اكتب عليه الأشعري القمي. الأشعري القمي هذا كان زعيم الشيعة في قم. الحلقة الثالثة أحمد بن محمد بن عيسى. هذا كان زعيم ومرجع الشيعة في مدينة قم. ليش يقول الأشعر القمي؟ هذا وثقوا علمائنا. نعم. ولقي الإمام الرضا عليه السلام. واضح الكلام؟ وثقوا علمائنا أولا، ولقي الإمام الرضا. حفظت هذا الاسم، هذا إلى قصة معروفة بعدين نلقيه. الاسم الثالث الرابع اللي هو منو؟ الحلقة الرابعة. علي بن النعمان. علي بن النعمان، شوف الشيخ النجاشي
من علمائنا الرجاليين، اكو فهرست النجاشي كتابه وصل لنا موجود وصحيح النسبه اليه، شو يقول؟ كان علي، يعني علي بن النعمان، ثقة، شوف، وجها ثبتا، يعني دقيق بالنقل، ثبتا صحيحا واضح الطريقة، يعني واضح المنهجية على منهجية أهل البيت. إذن وين نستفاد إحنا؟ من نستفاد؟ كان علي ثقة. كلام واضح أو مو واضح؟ واضح. جيد. إذن هاي الحلقة الرابعة أيضا وثقوها. نجي لمن؟ للحلقة الخامسة. الحلقة الخامسة منه أبو أسامة. أبو أسامة، هاي كنية لو مو كنية؟ من هو أبو أسامة؟ المصنف يقول هذا أبو أسامة هو زيد الشحام. زيد الشحام قلنا له إيه؟ قال وزيد الشحام قد وثقه علماؤنا الرجاليين، علماؤنا الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وثقوا منه أبو أسامة زيد الشحام وثقوه. فإذن هذه الحلقة السندية أيضا موثقة. شلون عرفت أبو أسامة هو زيد الشحام؟ يقول من خلال ممارستي الرجالية، يعني من خلال ممارستي بالأسانيد عرفت أن هذه الكنية تنطبق على زيد الشحام. طبعا مو هو، هذا صرح به سيد الخوئي في كتاب معجم رجال الحديث. الكنية ما تطلق عليه. أي أبو أسامة إذا جاء بالروايات فمعناه زيد الشحام. منو حدده؟ حدده سيد الخوئي في معجم رجال الحديث. فهذا أيضا ثقة. فجميع رواة هذه الرواية هم ثقات. فالرواية شو تكون بعد؟ راح تكون صحيحة السند. كلام واضح أو مو واضح؟ أي هاي الطريقة، إحنا الطريقة ما عرفناها. الطريقة عندما أأتي إلى حلقة سندية معينة أرجع الكتابيا، إخواني أرجع الكتابيا كافي أولاً، لا راح أرجع إلى الكتب الرجالية اللي أرجع لها أشوف هذا ثقة أو مو ثقة. وين هذه الكتب؟ راح أرجع إلى كتاب النجاشي، فهرست النجاشي، وإلى كتاب فهرست الشيخ الطوسي. هناك راح ألقى هذا موثق أو غير موثق. أبحث عن الاسم ألقاه. واضح؟ هذا أول تطبيق رجالي. زين؟ هاي الأسماء جاي تتردد علينا بالأسانيد فحفظوها. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على